في عام 2016 حضر التصوير بطريقة السيلفي في أحداث كثيرة، منها ما هو سياسي ورياضي فضلا عن اجتماعي. نتوقف مع أبرز صور العام ونبدأها بالسيلفي السائل فخم حسب وصف الطفلة شريفة الحقباني، حيث التقطت صورة لها مع العاهل السعودي في قطر، ومن السعودية إلى الإمارات وسيلفي مع حاكم دبي حاولت التقاطه فتاة أثناء مرور الشيخ محمد بن راشد، إلا أنه انتبه لها واقترب من الكاميرا لتكون الصورة أكثر وضوحاً. أما في مصر فقد تصدر هذا السيلفي لشاب بريطاني مع مختطف طائرة مصر للطيران التي حولت مسارها من الإسكندرية إلى قبرص بدلا من مطار القاهرة. هذا يمكن من أشهر وأغرب السيلفيات. على العموم في الشأن السياسي تصدر السيلفي الجماعي الذي قادته هيلاري كلينتون بعد خطاب في مؤتمر انتخابي، وهي تقف ومئات السيدات الداعمات لها يحاولن التقاط صورة سيلفي معها. نبقى في الولايات المتحدة ومع سيلفي الشهير أيضا أثناء الانتخابات، جاءت هذه الصورة للفنان جاستن تيمبرليك التي التقطها أثناء الإدلاء بصوته في الانتخابات ونشرها في إنستغرام، وأثارت جدلا لأن التصوير في غرف الاقتراع ممنوع في بعض الولايات، وعاد جاستن ومسح الصورة. أما هذا السيلفي الذي تظهر فيه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع اللاجئ السوري أنس مدماني أثناء زيارتها لمخيم فقد حظي بانتشار كبير. رياضيا انتشرت هذه الصورة للعداء الجامايكي يوسين بولت مع مشجعين عقب حصوله على الميدالية الذهبية في سباق 200 متر رجال بأولمبياد ريو دي جانيرو. ونبقى في ريو ومع هذه الصورة بين لاعبتي الجمباز من كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، حيث أثارت جدلا بسبب القطيعة السياسية بين الدولتين. ونختم صور السيلفي بهذه الصورة التي التقطت في الفضاء ونشرها رائد الفضاء البريطاني تيم بيك على تويتر لتكون أول صورة سيلفي من خارج الأرض.